مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا فيكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في حلقة متجددة من برنامج تم. الليلة وحلقة الخميس ستكون حلقة مختلفة، راح نخصصها بالتأكيد عن رؤية المملكة 2030. راح نتحدث عما تم في هذه الرؤية حتى الآن، عن التأثير والتغيير الذي صنعت هذه الرؤية. راح نتسامر حول هذه الرؤية، رؤية بلدنا العظيم. راح نناقش أهداف الرؤية الملموسة ونحقق في التفاصيل، ونحاول أننا نحتوي القصة من كل الزوايا. كلنا بالطبع سمعنا عن رؤية 2030 وعرفنا أنها تشمل كل من يعيشون على ثرى هذه البلاد المباركة، لكن ربما يخفى علينا كثير أو بعض من تفاصيلها. حتى ننجح ونتعاضد لابد أن تصل هذه الرؤية إلى كل فرد منا ليعي الدور المنوط به، سواء كنت طالب أو موظف، شاب أو كبير، سعودي أو غير سعودي، داخل السعودية ولا خارجها. بنحاول كل خميس نبحث التفاصيل، نشرح ونوضح ونقيم ونناقش زوايا التفوق حتى نحتفي بها، وزوايا القصور ما راح ننساها، راح نبحث عنها ونبحث عن الحلول. الإعلام شريك مهم في الرؤية، هذا ما قاله عراب هذه الرؤية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. أيضا الإعلام أنتم جزء مهم جدا من تقييم أداء الحكومة في تحقيق هذه الرؤية، تقييم الوزارات، تقييم أعمال الوزراء، الإدارات الحكومية وكل الجهات المسؤولة. الإعلام جزء مهم جدا في تقييم الرؤية والتأكد أنه الجميع يمشي بشكل صحيح لتحقيق الأهداف المرجوة. شكرا.